أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لنا في كل صلاة من صلواته. فمرة من المرات تقول عائشة رضي الله عنها: رأيت طيب نفس من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا رسول الله أدعو الله لي. فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. تقول عائشة: فضحكت حتى سقط رأسي في حجري. فقال لها: أو تحبين ذلك؟ قالت: وكيف لا أحب ذلك يا رسول الله؟ فقال: إنها دعوتي لأمتي في كل صلاة، إنها دعوتي لأمتي في كل صلاة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو لنا في كل صلاة ويقول: اللهم اغفر لأمتي ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. هذه هي محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا.